صفحة 197 198 ده شيخ قال اسمه موسى بن يعقوب، ده بيتكلم معه والدبرق عديل كده ونسه أمور واضحة. والله 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 الذي لا إله والدبرق قاعد يتكلم سيك سيك، ده بدي سيك سيك وانت ما تكون فاهم اي شيء في السكسكة دي. يا اخي نحن ناقصين سكسكة يا اخي، زول انسايك بوكسي سكسك بيودي الميكانيكي قول له فيه سكسكة ورا صلح ولي بربط له الصامولة واموره بتضحك وتوضح. يا اخي معقولة يا اخي؟ صفحة 797 198 قال موسى بن يعقوب تاليف محمد والضيف الله. طيب ودي طبعت 2012 قبل 6 سنوات. قال وقعت ووقعت له كرامات وخوارق عادات منها علمه بمنطق الطير. الشيخ بيتكلم مع شنو؟ مع الطير. ركزوا انتوا يا شباب والله وقفتوا وقفة طويلة، جزاكم الله خير، الله يتقبل منكم. طيب قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات منها علمه بمنطق الطير. قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه، سرح له ما شغلت ما عارف. طيب قال قابلته طيرة بقوة البيت، يتكلم مرات بالدارجة هذه مكتوبة. قال قابلته طيرة بقوة البيت، القوة دي زي الشباك لكن مقفولة بغالي. طيب الطيرة ركت فيها ودب مشط له. قال فسكسكت فسكسك هو لها، بدا عشوشة سكسكت قام هو شنو سكسك ليها. انتوا ما تلاوزوا يا جماعه ما مكتوب كذي نعمل شنو. طيب قال قال فطارت طارت بعد شويه الطيره شنو طارت، وكان قادر يطير كان لحقه كان تم الموضوع في الجو. قال ثم جاءت طيره اخرى، ثاني جو الدبرك بغادي اول عاكس. قال فلما قابلته سكسكت فسكسك لها، الطيرة الثانية برضو شنو سكسكت وشنو سكسك ليها. أيوة فقال له المشاط الدرويش المعاو بدل يقول لا الشيخ والله شغل سكسك ده احنا ما بنفع معانا، انت الطيرة ما سلمت منك كان جاوا لك يعني زول طيرة سكسك ليها، ده باقي لك انا بجيب لي المرأة اقول لي دار لي جنا طيرة ما ريحها يا أمه طيرة. طيب من كان قال عامل فيها مصلح. قال فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها. قال لي عليك الله قالت لك شنو وإنت قلت لك شو. الدرويش بيسلم عقله كامل للشيخ، عشان كذي الصوفي ما عنده عقل. الثلاثة مفاتيح الإزبيرات والأصلي بيدعى في كوشة وبيسلم العقل للشيخ. الشيخ يقول له الفار برقص، يقول له ايوه الشيخ سحلية متبرجة ايوه ما فيها شيء الشيخ، كديسة عاقة بوالده ما في مشكلة الشيخ، وانا ما بعرف ذاك عتود قاطع نص ما عنده اي مشكلة كلها لخبطة يا اخي. هاي تمساح بكو بكة تمساح ده بقى مش معانا ثاني. طيب قال لها الشيخ انت قلت لها شنو؟ هي قالت لك شنو سألتك بالله؟ قال امرأة مع زوجها، امرأة مع زوجها وفقت بينهما. بدع شوشة والدبرك زعلوا شكله بدع شوشة، قالت لي جيب لنا نص دستة بتاعت كبابي شاي بيجونا ضيوف من العشوشات، والدبرك اتحمق قال لا والله ما اشتغلته. بعدين زعلوا قال وفقت بيناتهم. يا بدع شوشة استهدي بالله العشرة طويلة يا والدبرك تاني ما بتلقى لك مرة وعشان الزرازير الصغار وما تتهور ما تطلقها. صلى صالح بيناتهم والله الذي لا إله غيره، صالح بين والدبرك وبدع شوشة يعني. والدبرك دار له شيخ يصلح بيناتهم ياخذها بمشي بشوف له ما خزن بتاع ايش بيجيب له عيشتين جار لا. والدبرك ده دار لا شيخ يا اخي كلها لغوصة ولخبطة، ودي كتب دي جد كلها بلاوي كلها